نعلم في أي مفاوضات تجري هناك نقاط يتم الاختلاف عليها وبعض القضايا التي يتم الاتفاق عليها. ما هي القضايا التي اتفق عليها الطرفان في هذه المفاوضات؟ الطرفان اتفقا على وقف القتال، اتفقا على وجود ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين داخل العاصمة، إضافة إلى ممرات آمنة إلى المناطق الأخرى القريبة من العاصمة، إضافة إلى وقف القتال في مناطق غرب السودان. هذه المدن كثير من الإعلام الذي يتابع شؤون الحرب في السودان يغفل ما يجري في غرب السودان. ما يجري في غرب السودان أفظع مما موجود في داخل العاصمة. كلنا شاهدنا مدينة الجنينة التي ارتكبت فيها كافة الجرائم، جرائم بحق الإنسانية، جرائم خاصة بالقتل والاغتصاب والتدمير وقتل المواطن على الهوية وتهجير المواطن الجنينة، خاصة هذه القبيلة اللي موجودة على مدينة الجنينة وهي قبيلة المساليب. ما ارتكب في مدينة الجنينة ارتكبت في مدن أخرى في غرب السودان، مدينة نيالة ومدينة الفاشر وهي عاصمة الإقليم دارفور، إضافة إلى مدن أخرى. الآن في هذه اللحظة التي نتحدث فيها هنالك مناطق أخرى تشتعل فيها الحروب والقتل والتهجير في مناطق غرب السودان. أيضا هذه الحرب لها امتدادات أخرى في، ولكن أستاذ كمال ذكرت أن الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار في مفاوضات جدة ولكن ما زالت مستمرة. كما ذكرت في بداية الحلقة هناك قصف لمناطق أخرى ومحاولة السيطرة على الجسر، وما أهمية هذا الجسر بالنسبة للطرفان أصلا؟ نعم، من يعلم الخارطة الجغرافية للعاصمة، العاصمة تتكون من ثلاثة مدن. هذه الثلاثة مدن نهر النيل بفروعه يقسم العاصمة إلى هذه المدن الثلاثة: مدينة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري ومدينة أمدرمان. هذه الثلاثة مدن مربوطة بجسور. الجسر الحيوي الذي يعني تجري فيه كثير من المعارك الآن كر وفر، نجد أن القوات المسلحة في أحيان تسيطر على الكوبري وهو كوبري الحلفاية. هذا الكوبري يربط أو هذا الجسر يربط بين مدينة أم درمان وهي العاصمة التاريخية للسودان ومدينة الخرطوم بحري. نعم، شكرا لك أستاذ كمال سر الختم، الصحفي والمحلل السياسي كان معي عبر السكايب. الشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، في أمان الله.